اليوم يوم الأربعاء 1/4، مدينة كربلاء، هاي صحن الإمام الحسين عليه السلام، باب القبلة، وهنا راح يصير صحن الزينبية. الظاهر هالمنطقة هاي على يمين الشارع، شارع باب القبلة، العتبة الحسينية اشترت كل هالأملاك هاي، وبدت اليوم بدوا يفلشون، لأن هذاك الشارع، هذا الشارع شان البارحة للمشاة، اليوم سدوه وبدوا يفلشون مثل ما تشوفون. هاي الرافعة بدت تفلش، وراح يتوسع هذا الشارع، شارع قبلة الإمام الحسين. نعم، جميل. راح يصير توسعة حوالي صحن الإمام الحسين، عدد من صحن الإمام الحسين. جميل.